تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. الجهة الشرقية يمكن نقول الآن أنها جهة يمكن لها تستقطب كل المستثمرين اللي محتاجين الكفاءات واللي ينتجوا قطاع أو منتوج كامل للتصدير وللسوق الوطني. بدينا في هذه تقريبا واحد السنة ومحترمين شروط ديال الاتفاقية، وإلا وصلنا اليوم هذا يعني التحقيق هذا ولا هذا الإنجاز، فإلا هذاك واحد يعني تعاون ما بين شركة أبتيف وجميع يعني المتدخلين مباشرين ولا غير مباشرين، الولاية ديال الجهة الشرقية، مركز استثمار لاناطيك، واللائحة طويلة طبعا، والجهة، هذا مهم. في البداية من قررنا استثمار هنايا، طبعا احنا اول شركة عالمية اللي كتستثمر في الجهة ديال الشرق، وكنتمناو اننا نكونوا يعني قاطرة باش نجيبوا مستثمرين جدد في هذه المنطقة. وطبعا هذا كيبقى بين اليد ديال العامل والعاملة ديال وجدة، لانهم الى اعطاو منتوج المواصفات العالمية وكانت الاستثمار يعني عنده المردودية، فيمكن غير المستثمرين الاخرين الا يجون هذه المنطقة. هذه المجموعة ديالنا في المغرب متواجدة من 1999، وعندنا تقريبا اليوم 17000 عامل وعاملة ما بين طنجة، قنيطرة، مكناس، ودابا حنا في الجهة الشرقية. إلى يومنا هذا عندنا 600 منصب شغل مباشر اللي شفتوه اليوم، والأفق يعني مهنا واحد السنة تقريبا غنوصلوا ما بين 3000 إلى 3500 منصب شغل مباشر، بلا ما نتكلم على يعني المناصب الشغل غير مباشرة اللي كتكون في أي مجموعة ولا أي شركة. فمرة أخرى يعني كنسهل الفرصة باش نشكر جميع يعني الجهات اللي ساعدتنا، كنشكر كذلك العمال والعاملات ديالنا اللي حمروا لنا الوجه بصراحة. هي هذه الأطر ديالنا كذلك، لأن راه ماشي ساهل أنك توقف واحد المعمل اللي تقريبا فيه 8 هكتارات في 34000 متر مغطى وتخدموا في الاجال منصوص عليها في الاتفاقيه، كيكون واحد العمل اللي ما كيبانش في الخفاء ديال مجموعه ديال المسؤولين وديال الاخوان الاخوات اللي كيشتغلوا معنا، كل واحد بالاختصاص ديالو، واللي مكنونا اليوم اننا نقولوا احنا متواجدين في وجده. وجده عندها معمل، عندها صوره جديده، وكنتمنى ان شاء الله تكون كما قلت قاطره للاستثمارات في المستقبل.